اولا اجراءات التخزين الثاني احنا شفناها من اول بوابه تم فتحها يوم 14 ابريل دي كانت اول خطوه نحو التخزين الثاني، وبعدها بيوم فتح البوابه الثانيه، بعدها بعده ايام تم تكثيف الممر الاوسط، وبعدها بدا في تركيب البوابات لصب الخرسانه. صب الخرسانه معناه حجز اجباري للمياه، وبالتالي لو كان يعني هناك ضغوط على اثيوبيا بمنع التخزين الثاني يبقى ما كانتش تضع الخرسانه، لان لا يمكن مطالبتها الان بوقف التخزين والخرسانه تم وضعها، لان هنا التخزين زي ما بقول لحضرتك اصبح تخزين اجباري، خطواته بدات من منتصف ابريل الماضي. احنا لا نتعامل مع اثيوبيا بالقطعه، بمعنى ان هنا هتخطرنا بالتخزين، حتى اختارها فيه برضو تعنت شديد، بمعنى انها بتخطر انها بدات التخزين طب المفروض لو في تبادل معلومات، واحنا متفقين وفي تبادل معلومات، يبقى تبادل معلومات قبلها بعده اشهر، ان انا التخزين الثاني هيبقى كميته كذا وهيبدا من يوم كذا وينتهي في يوم كذا. طب دلوقتي انت بتخطرنا ان انت بدات التخزين الثاني، لو احنا ما كناش نعرف هل السودان كان يقدر يعمل اجراءاته في سد روسيرس لما يعرف النهارده ان التخزين بدا امس؟ فطبعا يعني هو عايز يقول ان احنا بنتبادل المعلومات وان هو بيخطرنا اول باول، وده غير صحيح، لان الاخطار بان التخزين بدا خطوه طبعا متاخره جدا، واحنا عارفينها وحضرتك عرفتها يعني اول امس بالتفصيل وبالصور وبالارقام. وبالتالي هي معلومات ليست جديده، ولكن هذا اعتراف رسمي من اثيوبيا انها بدات التخزين لا اعتراف رسمي انها تنتهك القوانين الدوليه. وبالظبط ده انتهت القوانين الدوليه وحتى اعلان مبادئ الاخير والاعراف الدوليه ايضا، يعني الاعراف والمبادئ العامه. لا بصراحه لا تحترم العالم، بصراحه يعني بتعملوا ده لا تحترم العالم، يعني دوله مارقه خارجه عن القانون الدولي. بالظبط هو اسلوب اثيوبيا اللي عملته مع الصومال في بعض السدود اللي بتنشئها على نهري شبيل وجوبا، وايضا اللي اتبعته مع كينيا لما عملت مجموعه سدود، مجموعه جيبا على نهر اومو اللي هو بيغذي بحيره تركانا، وفاكره ان مصر هتبقى زي الصومال او كينيا. وبالتالي احنا الموقف الحالي ده يدعم موقفنا الان في مجلس الامن، واحنا يعني اعتراضنا على هذا السد مش للتخزين، اعتراضنا على اللي بيحصل دلوقتي بالظبط الاجراءات الوحديه على الماده، لان التخزين الثاني حتى لو كان بنص مليار مثلا او بمليار واحد فقط معنى كده ان هو يبقى مسموح؟ لا، التخزين اي تخزين، والتخزين الاول ايضا بدون تنسيق حتى لو متر مرفوض. بالظبط ده انتهاك للاعراف الاتفاقات والمفاوضات اللي هي كانت بتتم. يا دكتور عباس احنا لحد دلوقتي بنتكلم في سلم وفي سلام وفي اتفاق وفي اجراءات وكل الكلام ده، يعني احنا لاخر وقت بنتكلم كده، بنتكلم على تفاوض، بنتكلم على اجراءات سياسيه، بنتكلم على حاجات دبلوماسيه، ده اللي بنتكلم عليه. وتجد مش تعنت دلوقتي، بنتكلم على يعني عدم تقدير لاي شيء من جانب اثيوبيا. اثيوبيا النهارده بتفرض امر واقع على مصر وعلى السودان، وزي ما قالوا من 10 ايام دكتور عباس قالوا ان احنا الملء الثاني ده بيحمي السد بنفسه، يعني السد هيحمي نفسه، ما حدش يقدر يقرب له. يعني هذا يمكن كان يبقى صحيح لو التخزين كامل كما كان مقرر من قبل، لو 13.5 مليار بس هو مستمر، هو هيستمر يا دكتور عباس هيستمر. لا هذا صحيح، ولكن في حاجه برضو يعني نحب نقولها من الناحيه العسكريه، طبعا انا لست خبيرا. لا بغض النظر عن الناحيه العسكريه، انا بتكلم على جانب اثيوبيا قال ايه؟ قال ان احنا نملى الملء الثاني، ولما نملى السد هيعمل نفسه بنفسه، قالوا كده بالظبط. لا بس احنا برضو اللي احنا نعرفه ان الضربات العسكريه والتكنيكس دلوقتي بقت يعني دقيقه للغايه. محدش بيتكلم على ضربات ولا غيره، لا انا بتكلم على هو بيقول، هو قال هعمل ده عشان احمي. بالظبط هو فاكر ان لما يخزن مثلا 8 مليار يبقى معناها كده خلاص السد لا يمكن يتعرض الى اي ضربه عسكريه لانه هيغرق السودان. لكن هو مثلا لو المفروض راجل عسكري وفاهم وشاف ان ممكن الضربات العسكريه لا بعيدا عن ده، يعني انا مهتم بايه؟ بالجانب اللي هو بالاجراءات اللي اخذها،
جانب الاخرى بالظبط، يعني ان هو خد اجراءات النهارده تحدي الدنيا كلها، تحدي العالم، العالم ماشي في اتجاه، هو راح في اتجاه تاني خالص اللي هو قال عليه عمله، ده اللي انا واقف قدامه. وحضرتك